ولنقاش موضوع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، وكذلك التطورات الأخيرة المتعلقة بحظر التجول. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي عبد الله الفراجي. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، أهلا بكم ومشاهديكم. بعد تسجيل 30 حالة وفاة وأكثر من 7000 إصابة اليوم فقط في العراق، كيف يفسر هذا التزايد في معدل الإصابات والوفيات وجهود الحكومة في التصدي للوباء؟ أهلا بك سيدتي، أهلا بك وبجميع مشاهديك الكرام. طبعا العراق أعلن، وزارة الصحة العراقية أعلنت قبل 4 أيام دخول العراق في الموجة الثالثة. الموجة الثالثة قالها وزير الصحة وأحد مساعدي وزير الصحة العراقي، قالها ربما قد تكون الموجة الثالثة هي أشد وأخطر، أشد فتا وأخطر من الموجات التي سبقتها. طبعا الإجراءات الصحية التي اتخذها الحكومة إجراءات جدا جدا بائسة وغير مناسبة وغير ولا تتناسب مع حجم الكارثة وحجم الوباء وخطر الوباء. اللقاحات لا توجد في كل المراكز الصحية في الأقضية والنواحي، ربما توجد فقط في المستشفيات الكبيرة كمستشفيات العاصمة بغداد والمحافظات ومراكز المحافظات والمدن الكبيرة. الآن الحكومة أعلنت عبر متحدث وزارة الصحة قبل 3 أيام، أعلنت عن توفير عدد متزايد أو عدد آخر من اللقاحات، وسوف تفتح منافذ أخرى لتلقيح المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا. طبعا قصدت وزارة الصحة انها ستفتح في المستوصفات الصحية والمستشفيات الصغيرة التي تقع في القرى والمناطق النائية، سوف تفتح وسوف توزع أدوية فايزر، لقاح فايزر ولقاح سبوتنيك وعدة لقاحات أخرى على هذه المراكز الصحية التي لم تصلها حد الآن. نعم. لحد الآن اللقاح الإجراءات. نعم. في هذا السياق أستاذ عبد الله، وفي ظل ارتفاع معدلات الإصابة، كانت هنالك أنباء من وكالة فرانس بريس تحدثت عن قيام الأجهزة الأمنية في العراق بمساومة بعض المحال التجارية على الإغلاق أو دفع رشوة بشكل أسبوعي لإبقاء هذه المحال مفتوحة. كيف يمكن تفسير مثل هذا الإجراء من قبل الأجهزة الأمنية في ظل الجائحة التي تهدد العراق؟ سيدتي، الذي يسكن في بغداد وفي المدن والمحافظات العراقية الأخرى يعلم جيدا عمليات الابتزاز التي تمارسها قوات الأمن العراقية المسؤولة عن فرض حظر التجوال على الكثير من أصحاب المولات والمطاعم والأسواق التجارية الكبرى لابتزازهم وأخذ الأموال منهم، لقاء السماح لهم بمدة أطول من اللا إغلاق. طبعا هذا الوضع كارثي ويؤدي إلى تزايد وانتشار هذا الفيروس، لأنه أغلب هذه المحلات تكون مزدحمة بالناس بالمتبضعين خصوصا وقت الغروب أو وقت المساء، مما يؤدي إلى انتشار أسرع بأعداد المواطنين. طبعا القوات الأمنية وعلى رأسها ضباط الكبار ومسؤولي القواطع الأمنيين غير مدركين تماما حجم الكارثة التي ربما تحدث لجشعهم، وهم يفضلون مصالحهم الشخصية على مصلحة البلد وعلى صحة المواطن. نعم. كانت هنالك تقارير تحدثت عن أن العراق من بين أقل الدول في العالم التي تلقى المواطنين فيها للقاح، كيف يفسر ذلك؟ وكنت أشرت في البداية على عملية توزيع الجرعات وانعدامها في أماكن أخرى. لو نتحدث عن قلة هذه اللقاحات وكذلك مصير الدفعات التي تبرعت بها المنظمات الدولية للعراق. طبعا سيدتي، التقرير جدا موضوعي، خصوصا في ما يعني في تفسيره للواقع العراقي، الواقع الصحي
للمستشفيات ضعف التلقيحات، ضعف التلقيحات وضعف الاجراءات الصحيه، هذه الاجراءات التي ربما كانت ضعيفه جدا. يعني ممكن لسببين، المواطن غير مستعد ان يخاطر ويذهب الى المستشفى لكي يتلقى علاج المضاد، يعني مضاد لفيروس كورونا، اللقاح المضاد لفيروس كورونا. اولا لانه الثقه معدومه بين المواطن العراقي وبين المستشفيات العراقيه. طبعا المؤسسه الصحيه لا تحظى بمصداقيه لدى المواطن العراقي. نعم. لانه اغلب الذين توفوا في الذين توفوا جراء اصابتهم بفيروس كورونا توفوا بالمستشفيات لنقص الاكسجين وللاهمال، عمليات الاهمال التي يقوم بها بعض الاطباء في المستشفيات، وثانيا لعدم توزيعها ولعدم فتح منافذ اكثر في القرى والارياف والنواحي والاغذيه التي تقع ربما بعيدا عن مراكز المحافظات والمدن. شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الله الفراجي، حدثتنا عبر الهاتف من بغداد.